عبر الهاتف ينضم إلينا من إسبانيا مراسلنا معاذ حامد. صباح الخير معاذ، هل هناك من معلومات إضافية عن غرق القارب الذي كان يقل أكثر من 40 شخصا بالقرب من جزر الكناري؟ صباح الخير. في الحقيقة هذا القارب الذي غرق يوم أمس تم انتشال وفق آخر المعلومات التي وصلتنا جثتين، إحداها لقاصر، هنالك 39 مفقودا. تم إنقاذ 24 شخص من هذا القارب وتم نقلهم إلى المغرب. في الحقيقة هذا القارب كان عمليا يغرق منذ أول أمس، أو بالتحديد قبل 10 ساعات من عملية الغرق، وكان لدى السلطات في الطرفين المغربية والإسبانية العلم بأن هذا القارب معطل وعرضة للغرق، هذا وفقا للمؤسسات الإسبانية غير الحكومية وتحديدا جمعية العابرون المختصة بالهجرة وبإحصائيات الوفيات في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. الجمعية قالت أن السلطات الإسبانية كان لديها العلم وتم الطلب منها إرسال عمليات الإنقاذ لهذا القارب، لكن السلطات ادعت أن القارب موجود في المنطقة المغربية وبالتالي لا يمكن لها أن تتدخل. بالحقيقة القارب كان يعني يبعد ما يقارب من 150 كيلو مترا عن جزر الكناري. في الحقيقة يعني من المهم أن ننوه إلى أن خط جزر الكناري هو من أكثر الخطوط الهجرة دموية في العالم بسبب الأعداد الكبيرة من الوفيات التي شهدت في هذه المنطقة خلال السنوات الماضية. يعني فقط العام الماضي وحده ما يقارب من 521 مهاجر قضوا في هذا الخط بسبب التيارات المائية الشديدة في تلك المنطقة. عدد كبير من القوارب عادة يغرق بالرغم من قصر المسافة ما بين شواطئ الصحراء الغربية وجزر الكناري، إلا أن هذا الخط لا يزال يجذب الكثير من اللاجئين الفارين من إفريقيا باتجاه جزر الكناري. في الحقيقة هنالك تطالب هذه الجمعيات بفتح تحقيق بذلك، خصوصا أن عملية غرق هذا القارب تأتي بعد أيام قليلة من غرق القارب الذي كان يحمل أكثر من 700 مهاجر قبالة اليونان. الجمعية المختصة العابرون أو المتحدث باسمها اتهم أن إسبانيا تحولت إلى يونان أخرى في هذه الكارثة التي حصلت هنا في جزر الكناري أو مقابل جزر الكناري. معاذ، القارب كان يقل 40 شخصا فقط هم الذين قضوا بعد غرقه، أم هناك يعني شكوك بأن القارب كان يقل مزيدا من الركاب وسيتم البحث عن جثثهم الآن؟ نعم، في الحقيقة القارب كان يحمل المزيد، الحديث هنا تقريبا عن ما أكثر من 60 شخص كان يحمله هذا القارب، بالتالي فقط تم إنقاذ 24 وتم فقط انتشال جثتين من المنطقة. المشكلة في عملية انتشال الجثث في هذه المنطقة أنها صعبة جدا بسبب التيارات المائية المعروفة بهذه المنطقة، بالتالي فإن عملية انتشال الجثث من الممكن أن تحدث في مناطق بعيدة جدا، وبالتالي إسبانيا لن تخصص مثلا عمليات انتشال في منطقة تبعد عن شواطئها أكثر من 150 كيلو مترا كما يحاججون في هنا تحديدا، وأن عملية الإنقاذ ونقل الركاب الذين تم إنقاذهم تم إعادتهم إلى المغرب، بالتالي فإن السلطات المغربية هي التي قامت بإنقاذ هؤلاء الركاب وليس السلطات الإسبانية وفق المعلومات التي بحوزتنا حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك مراسلنا عبر الهاتف معاذ حامد من إسبانيا.